الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيما الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. غيب الموت فجر اليوم الثلاثاء العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي في منزله في بيروت عن عمر يناهز 98. هذا وقد معاه رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، رئيسنا وقائدنا وحبيبنا، حامل لواء أهل السنة والجماعة في لبنان والدنيا، سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله، في بيان قال فيه: قال الله تعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إنني باسمي واسم إخواني في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وعموم طلاب ومريدي العلامة الشيخ عبد الله الهرري في لبنان والبلاد العربية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكيتين، أنعي إلى الشعب اللبناني والمسلمين في لبنان وعموم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها الولي الصالح والمربي الفاضل، رجل العلم والتقوى والورع والزهد والتواضع، العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي الذي توفي رحمه الله فجر اليوم الثلاثاء 23 عام 1429 هجرية، الموافق 2 عام 2008 ميلادية. إن رحيل الولي الصالح العلامة الشيخ عبد الله الهرري خسارة للأمة الإسلامية جمعاء، وخسارة للعلم وللعلماء، وخسارة للجمعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية التي تعرف فضل العلم والعلماء والحاجة إلى أمثال هذا العالم الكبير، خاصة في هذا الزمن العصيب. رحمك الله يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني، رحمك الله يا إمام العلماء ويا إمام الزاهدين ويا إمام المتواضعين في هذا العصر الذي لطالما نصحتنا أن نكون فيه متمسكين بالعروة الوثقى، ثابتين على الحق، مدافعين عنه مهما تطاولت أمواج الصعاب والفتن. رحمك الله يا من علمت الناس توحيد الله والعقيدة الحقة وأمور الحلال والحرام، وعلمت الناس كيف تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. رحمك الله أيها الولي الصالح والمرشد الفاضل، يا من أرشدتنا إلى سواء السبيل ودعوتنا إلى سبيل الحق والعدل والاعتدال.
رحمك الله يا مربي الأجيال، يا من علمتنا كيف نكون في خدمة أوطاننا وكيف نعمل في تحقيق مصالحها وكيف نبني مؤسسات العلم والثقافة والمشاريع الخيرية. لقد كنت بحق يا سيدي مجدد العصر وشافعيه وأشعريه ورفاعيه. نقول هذا الكلام بلسان المريدين الذين تربوا على يديكم، وبلسان المنصفين الذين اختبروا معادن الرجال فوجدوا فيكم علم العلماء وتواضع الصالحين ورسوخ الجبال وتقوى الأولين وزهدهم. رحمك الله يا إمامنا، رحمك الله يا مرشدنا، رحمك الله يا شيخنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. وأنتم يا إخواني ويا أحبائي طلاب ومريدي العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري في لبنان وجميع أرجاء المعمورة، أسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يسدد خطاكم ويوفقكم إلى الخير وييسر لكم سبل الاستفادة والانتفاع مما تركه لنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله من مؤلفات ونصائح وإرشادات هي زاد علمي وذخائر نافعة يجدر بنا التمسك بها والعمل بمقتضاها، وكذلك الالتزام بنهج جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي كان يمدها بأمداد نظراته ونصائحه، والتي قال عنها: إن توجيهات الجمعية توجيهاتي. وأخيرا أسأل الله أن يتغمد فقيدنا الكبير ومرشدنا الصالح الشيخ عبد الله الهرري بواسع رحمته ويرفع من مقامه ويسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.